بمناسبة كلامنا عن المحترفين، ناخد جولة بقى. مينا يلا تاخدنا في بينا. جولة مع اللعيبة المصريين ونشوف بداية طبعا الموسم اللي عندنا خلص، ابتدى من بدري عندهم هناك. فناخد جولة كده مع أرقام لعبتنا ومشاركاتهم مع فرقهم طبعا، اللعيبة المصرية المحترفة في الخارج. طيب، يمكن أول لعيب معانا طبعا محمد صلاح، ليفربول السنة دي 3 ماتشات في البريمير ليج لغاية دلوقتي، جون واثنين اسيست. يمكن الافريج بتاع تقييمه في الماتش 7.73، ده معدل عالي جدا في البريمير ليج. كل ماتش تقريبا عدد التصويبات بتاعته بتبقى 4.3، ده برضه رقم مش قليل بالنسبه 4.3 بالظبط. في كل مباراه. بالظبط منهم اثنين على الاقل اون تارجت او على الجون. التمريرات بتاعته بتوصل ل 26 تمريره في الماتش بنسبه نجاح 85%، رقم ممتاز برضه. الوينجر المفروض ان كل بساطه بروجريسيف لقدام، يعني دايما مش بيرجع لورا بالكره، بالعكس هو طالع، فدي كلها ارقام مميزه جدا بالنسبه له. المراوغات النجاح بتاعته 2 في الماتش بنسبه 55% برضه قدام مدافعين البريمير ليج الاقوياء جدا، ده رقم مش سهل. دلوقتي يمكن القيمه التسويقيه بتاعته وصلت 100 مليون يورو، واحد من اعلى اللعيبه في البريمير ليج، فدي برضه حاجه قويه جدا. وتم اختياره في تشكيله الاسبوع مره واحده في 3 جولات اللي فاتوا قدام نورويتش سيتي في الماتش الاولاني. كاريجر نجم ليفربول السابق بيقول محمد صلاح باقي في ليفربول وهيتم التجديد ليه زي ما تجدد لفيرجيل فان دايك وهاندرسون واندي روبرتسون في الفتره الاخيره، لابد انه هيتم التجديد بشكل يرضي محمد صلاح ويوافق طموحات ليفربول في الفتره هو الحال. الصحافه الانجليزيه بذكر كلامك في الكام يوم اللي فاتوا مع بدايه الدوري الانجليزي وبعد تحديدا المباراه اللي افتتحها قدام نورويتش، كلها كانت بتتكلم عن تجديد عقد محمد صلاح، ومصادر كتير في ليفربول قالت احنا ما عملناش ميركاتو، لان كل احنا الميركاتو بتاعنا هو التجديد لنجومنا على رسوم محمد صلاح، وغالبا محمد صلاح يعني في شبه اتفاق، ناقص بس رقم الراتب الاسبوعي اللي ممكن يوصل من 250 وقد يوصل ل 300,000 استرليني، علشان هو يعني هو دي بس نقطه الخلاف، لكن الاتفاق ان محمد صلاح باقي في ليفربول، هيبقى الاعلى في تاريخ ليفربول بالمناسبه. وبعدين احنا داخلين على ثنائيه صلاح رونالدو، يعني احنا كنا لسه بنقارن قبلها بيومين، قبل ما رونالدو يجي مانشستر يونايتد بيومين، وقلنا ان محمد صلاح كسر رقم التهديفي لكريستيانو رونالدو، فراح جاي يعني شكل رونالدو الموضوع وصل له فضايق، فقال له لا انا جاي لك، انت جاي تكسر رقمي، فربنا بقى. هنتكلم عن رونالدو طبعا في الميركاتو دلوقتي، بس خلينا نروح للنني يا دكتور وليد. النني طبعا للاسف حاله ارسنال مش مساعداها، من 3 مباريات لعب 5. كان يتخيل يجي اليوم ان ارسنال يبقى في المركز الاخير في الدوري الانجليزي؟ يعني بصراحه حاجه احنا يعني هو هنري بقى ربنا يسامحه، بيركامب والمجموعه دبسوا شويه ناس كده مش قليلين في تشجيع ارسنال. لا ارسنال طبعا بهزر، فرقه ممتعه وفرقه دايما بتقدم كوره جميله، بتعيش طبعا معاناه بسبب قرارات اداريه فاشله. اداره الحقيقه ارسنال اداره مثال للفشل. يلا عشان ما نضيعش وقت، محمد النني طبعا شارك في 45 دقيقه بس شوط من ال3 مباريات، مرر 9 تمريرات كانت نسبه نجاحه 100% فيهم. التقييم العام بتاعه بالنسبه للمواقع الاحصائيه على راسها سوفا سكور اداته 6.4 من 10. هو طبعا للاسف ارسنال خسر ال3 مباريات في المركز الاخير. كنت اتمنى ان النني اذا كان باقي، يعني هو خلاص طبعا الميركاتو اتقفل والنني باقي رسمي، يعني اتمنى ان يكون بقائه ده بناء على قعده الكلام في الايام الاخيره عن انه احتمال في عروض جايه لهم الدوري التركي، وانه ارسنال وافق على انه كان الكلام على بيشكتاش او فنربخشه. بيشكتاش هو كان ليه الحقيقه تجربه ايجابيه مع بيشكتاش قبل كده، راح ولعب وتالق ورجع لعب اساسي في ارسنال بعدها السيزون اللي فات. اتمنى انه ما دام قعد في ارسنال وخلاص الدنيا هو مكمل السيزون ده، يكون بناء على قعده مع ارتيتا وانه هيكون ليه فرصه في المشاركه. نروح لحجاز يمينا، يلا بينا. انا بحب احمد حجازي جدا وانا بحبه جدا. احمد حجازي عامل حاله عظيمه يمكن في الدوري السعودي الاتحاد السعودي، ناس كتير لميته ان هو ساب الكره في انجلترا وراح الدوري السعودي، لكن الحقيقه يعني حافظ على نفسه وقدم مردود محترم جدا في الدوري السعودي. على حسب ما قريته كمان انه ما كانش هو اللي عايز يمشي، لكن الاداره في وست برومتش كان عندهم مشاكل ماليه، وسلافين بيليتش المدرب وقتها كان هو اللي يعني اخذ القرار انه لازم يمشي. لكن حجازي عامل حاله ممتازه، الاتحاد السنه اللي فاتت كان بيصارع، السنه دي بدا بدايه ممتازه، واحمد حجازي من اكثر اللعيبه الجمهور السعودي بيحبه، يمكن لعب 3 ماتشات لغايه دلوقتي جايب جونين، وده شيء ممتاز بالنسبه للمدافع. معدل التمريرات 49 تمريره في الماتش بنسبه 85% نجاح، ده رقم برده كويس جدا. معدل استاد الهجمات في الماتش 4 مرات، وده برده رقم كويس بالنسبه للمدافع في الدوري السعودي. النجاح في الالتحامات الهوائيه 70%، ده رقم كبير جدا. وتم اختياره في تشكيله الاسبوع 3 مرات كل اسبوع احمد حجازي في البيست 11 في الدوري السعودي، في كل دي ارقام ممتازه جدا بالنسبه لاحمد حجازي. طيب نروح لتركيا، تركيا ابتدت كده تبقى يعني
مشدوده للاعيبه المصريه بعد مصطفى محمد. بنشوف احمد ياسر ريان بيسافر. نبتدي بمصطفى محمد، نبتدي باحمد ياسر ريان في تركيا. طبعا انطلاقه احمد ياسر ريان مع التاي كانت انطلاقه عظيمه جدا، لانه بمجرد ما نزل احرز هدف في مرمى الانيا سبورت. هو طبعا شارك في ماتشين من اول ما وصل مع فريقه. التاي بيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي، كسب ماتشين وخسر مباراه واحده. هو طبعا قيمته التسويقيه الحاليه مليون يورو، لكن اعتقد ان شاء الله مع مشاركته مع الوقت احمد ياسر ريان ستايل المهاجم اللي يعني في العالم كله بيدوروا عليه، يعني المهاجم اللي هو المهاجم الكلاسيكي اللي بيلعب براسه كويس، اللي بيعرف يتمركز في المنطقه وبيخطف جوه من جوه المنطقه، ما عادش ده متاح في العالم قوي. فاللعيب لما بيتالق بهذا الشكل بتكون عينين الانديه كتير عليه. انا واثق ان احمد ياسر ريان هيكمل تالقه باذن الله. وبرده اتحرمنا منه مع المنتخب. يعني هو الموضوع جه متاخر شويه، لان هو البطاقه الدوليه بتاعته اتاخرت. وقت ما كان بيتم اختيار القائمه كان احمد ياسر ريان لاعب محلي. بعد اعلان قائمه المحترفين احمد ياسر ريان كان لاعب محترف. كان حتى النادي التاي اتكلم ان كان في تاخير من اتحاد الكوره في بعث البطاقه الدوليه، قصه كده يعني. فما كانش ساعتها محسوب على المحترفين، تم اختيار المحترفين. لما جه يختار المحليين كان هو بقى من المحترفين، وبالتالي هو اتظلم يعني في القصه. مصطفى محمد عمل موسم اول اكثر من رائع مع جلاتا سراي في تركيا، ولفت الانظار والناس كلها توقعت انه يقوم السنه دي. بدايه يعني مش عارف انجاز التعبير اقول متعثره نوعا ما لمصطفى محمد، وبعدين كلام على انتقاله لبوردو. تكلمنا على مصطفى وارقامه مع جلاتا سراي. انا اعتقد ان مصطفى مشغول دماغه مش مركزه بس في جلاتا سراي، ولكن لما تسمع اسم بوردو، بالمناسبه بوردو هو اكتر الفرق في فرنسا اللي بتعرف تجيب المواهب الصح. بنشوف قد ايه في تدرج واللعيبه بتطلع دايما، يعني اكاديميه بوردو دي مميزه جدا، وده الشيء يبين قد ايه مصطفى محمد فعلا مهاجم كويس. السنه دي مصطفى محمد لعب ماتشين مع فريقه، لعب 30 دقيقه بس طول السيزون، ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف. فريقه حاليا في المركز الرابع، انا اسف، كسب ماتشين وتعادل ماتش، ويمكن جلطة صراحة السنه اللي فاتت خسروا الدوري فريق الاهداف في اخر جوله بشكتاش. دلوقتي قيمته التسويقيه 6.5 مليون يورو، ده رقم كبير بالمناسبه، يعني بقى لنا فتره ما شفناش بخلاف محمد صلاح لاعب مصري وصل القيمه التسويقيه دي. اعتقد ان مصطفى محمد قريب هيكون في حل، ولكن هو مهاجم رائع يعني مستني منه كتير. وكان يمكن فتح تريم ليه بعض التصريحات العنيفه شويه ضد يعني مصطفى، واعتقد انه خلاص ايامه الاخيره في جلاتا سراي، ولا من ممكن يستمر؟ هو طبعا رسميا مكمل معاهم الموسم بعد فشل الصفقه. فتح تريم معروف عنه انه من المدربين الطف ومدرب عنيف وتصريحاته دايما صادمه. هو كان عنده ايمان كبير بمصطفى، قالك ما عنديش دواء، ما عنديش علاج، هو يعالج يعني نفسه. اتفضل، هو هيعالج نفسه زي يجيب اجوان يعني. بالظبط. شوف مصطفى محمد كان بادئ بدايه رائعه، فاتح تريم عنده قناعه كبيره باللاعب، هو نفسه مصطفى محمد كان رايح وعنده دوافع كبيره يثبت نفسه، وبالفعل اثبت نفسه. انا يعني بحيي مينا، هي فعلا ملاحظه مهمه جدا، لان مصطفى محمد للاسف وده عيب عند بعض محترفينا، انه بيروح لنادي وهو من اول لحظه حاطط في دماغه ان ده محطه، وبيستعجل جدا انه ينتقل للمحطه الثانيه. يعني لازم تدي لنفسك وقت تثبت نفسك وتجيب عروض افضل، وفكره تصدير دايما للميديا ان والله ده مجرد محطه، وانا ده حتى بيدي انطباع سيء عند الجماهير وعند الجهاز الفني للنادي اللي انت فيه حاليا. فيمكن نقطه عدم التركيز اثرت عليه من نهايه الموسم، مش بس من بدايه الموسم. مع مصطفى محمد اتمنى ان تعود، يعني يعود الوفاق بينه وبين فاتح تريم، ويعود لتالقه لانه قيمه مهمه جدا للمنتخب. بس حابب اضيف ملاحظه اخيره في النقطه دي، وقد تكون صح او غلط، لكن انا شايف ان مصطفى كمان اتاثر جدا من بعد ما راحش الاولمبياد عشان يقعد مع فريقه ويتاهل تشامبيونز ليج، ومن ثم خسر قدام بي اس في ايندوفن وخرج. انا حاسس النقطه دي لسه مأثره على مصطفى محمد، انه لا لحق الاولمبياد ولا عرف يتاهل للتشامبيونز ليج، فقد تكون دي برضو واحده من النقط اللي اثرت فيه في مشواره مع جلطة سراي وخليته شويه مشغول. فكره الانتقال لدوري افضل. دور على العقليه، يعني الحاجه اللي بتصنع الفرق دايما، انا بقول وبكرر ومش همل من تكرار الموضوع ده، انا ما يعني ما عنديش شك في امكانيات ومهارات لاعبتنا، وشايف انه عندنا اسماء كتير مش في الجيل ده بس، ده على مدار اجيال كتير جدا كانت تستحق تلعب في افضل انديه اوروبا، في برشلونه، في بايرن، في ريال. انا بتكلم على الموهبه، على موهبه، على الامكانيات والموهبه اللي ربنا اداها للعيب. لكن الفارق الوحيد اللي بيخلي لعيبه افريقيا او الافارقه يتفوقوا ويلعبوا الاكبر الاسماء في اوروبا هو العقليه. عقليه اللاعب المصري لابد انها تتغير، وشوفوا صلاح بيعمل ايه، وشوفوا صلاح عمل ايه وتعامل ازاي مع العقبات اللي كانت ممكن تخليه يبطل ويرجع هنا يستسهل يلعب في اهلي او في زمالك او في اسماعيلي او في بيراميدز او في غيرها من الانديه، ويقول لك والله انا حاولت بس ما نجحتش، لكن اصرار ومثابره وقدره على خلق الدوافع لغايه لما بقى واحد من اهم اللعيبه في العالم. نختم بعمر مرموش. عمر مرموش طبعا لاعب مصري
كتير من الجماهير في مصر يمكن ما تسمعوش، لكنه طبعا بيلعب في شتوتجارت في المانيا. ابتدي الدكتور وليد. هو طبعا عمر مرموش من اللعيبه اللي انا مقتنع بيها جدا، موهبه عظيمه في خط الهجوم، طلع من وهو صغير وراح على محطه كبيره في فولفسبورغ بيلعب شامبيونز ليج السنه دي في دور المجموعات. كان لسه صغير عايز عشان يعتاد على الاجواء، عرض سان باولي في الدرجه الثانيه تالق جدا ورجع لفولفسبورغ. لكن طبعا فولفسبورغ زي ما قلت لك بيلعب في الشامبيونز ليج، يعني هو بالنسبه له عمر مرموش مشروع، فهم مش عايزين برضو يحرقوه او يستعجلوا عليه. فسمحوا له ثاني باعاره وراح المره دي بقى اعاره لنادي كبير ونادي جماهيري شتوتجارت. اعتقد هتكون عنده فرصه كبيره انه يشارك بشكل اساسي مع شتوتجارت، وانا متاكد انه لما ياخد هيتالق بشكل كبير. هو طبعا قيمته الحاليه التسويقيه 2 مليون يورو، كان لعب ماتشين مع كبديل مع فولفسبورغ قبل ما ياخد الاعاره لشتوتجارت. اتمنى ان الناس تتابعه، متاكد انه هيتالق السنه.